اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي تي في، وحلقه جديده من برنامج جيومايك، واللي راح نبتدئها من بغداد وراح نتحدث بها الى عدد من المواطنين البغداديين ونسالهم حول الدعايه الانتخابيه التي بدات بالفعل لمرشحي مجالس المحافظات، وما رايهم لحد الان في هذه الحمله التي انطلقت في يوم الاول من تشرين الثاني. ابقوا معنا. انت كناخب ممكن تعطي صوتك بناء على الصور اللي قاعد تنتشر اللي تشوفها بالشوارع؟ اكيد لا، اذا ما كنت اعرف البرنامج للمرشح والتغيير اللي فهمه من منظوره هو يعني كمرشح، شنو اللي راح يقدمه من خلال مجالس المحافظات؟ تعرف هذا الاختلاف عند المواطن، اكو خبط بين عضو المجلس المحافظه وبين عضو المجلس النيابي. هذا شغله واحتكاكه بالشارع اكبر من ما يحتك المجلس النيابي، فاذا ما كنت اعرف البرنامج اكيد لا ما انطع الصوره. اليوم المواقع التواصل الاجتماعي صارت فد مكان جديد ممكن للدعايه الانتخابيه، تعتقد هي افضل بايصال الصوره عن المرشح لو الصور اللي تنتشر بالشوارع؟ اليوم السوشيال ميديا هي اقرب للناس، اقرب من التلفزيون، اقرب من الفلكسات، لان تعرف الشهرة أوسع بهذا المجال. التواصل الاجتماعي هي حلقة جدا واسعة للوصول لكل شيء، مو فقط الانتخابات. أخيرا، أنه اليوم قاعد يعني نلاحظ انتشار صور المرشحين هسه فترة حملة دعائية، شنو برأيك أنه المفروض يصير حتى تبقى تحافظ الشوارع أو تحافظ المدن على جمالها مع انتشار هذه الصور؟ شنو هي الضوابط المفروض تنوضع؟ يعني ما مو قصه ضوابط، وانما يعني من الذوق يكون الاستعراض بالدعايات، يكون يعني بمواد مو ملوثه، يعني مو مدمره للشوارع والبنيه التحتيه. اكو مواد لاصقه يكون نتجنبها، اكو مواد هاي اللحام وغيرها، فاكو هي من ذوق طبعا، لا اكثر ولا اقل. ما مستحيل ان انتخب شخص على اساس صورته حلوه او بوستر. لازم نعرف برامج انتخابيه، نعرف خلفيات هذا المرشح، الحزب اللي ينتمي له، على اساس هذا نط صوتنا بالانتخابات. زين، بالنتيجه اليوم يعني تطورت وسائل الدعايه خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتقد انه هذا التطور في استخدام مرشحين مواقع التواصل الاجتماعي اكثر جدوى من استخدامهم للصور بالشوارع؟ بالحقيقة نعم، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تدخل بصناعة حتى الرأي العام العراقي. أعتقد أنه علاقة المرشح بأصدقائه بمواقع التواصل الاجتماعي هي أقرب لإعطاء الصوت. يعني أنا مستحيل اليوم أنتخب شخص ما أدعي بعلاقة وما أعرفه سابقا بمواقع التواصل الاجتماعي. اخيرا اردت اسالك ايضا عن احنا نشوف الصور منتشره بالشارع، الكثير يعتبر انه تسوي شكل في التشويه بصري للمدن. شنو الطريقه اللي ممكن ان تستخدم بها الشوارع للدعايه الانتخابيه بدون ان نشوه المنظر او يعني الصوره البصريه للمدن او المنظر الجمالي هاي المدن؟ العالم اليوم المتطور ما يستخدم هاي الوسائل، يستخدم المؤتمرات، العرض، المناظرات السياسيه اللي تحدث بين المتنافسين على الانتخابات. باعتقادي انه يجب ان البلديه توضع هاي الضوابط اللي هي تعطي صوره جماليه، وتلزم المرشحين ايضا بعد انتهاء الدعايه الانتخابيه من رفع هاي الصور بطريقه حضاريه دون ما تاثر على الشوارع والمناظر العامه. احنا راح نشوف بعد انتهاء يوم الانتخابات راح نشوف انه الشوارع راح تملي باللافتات والحديد اللي لامينا بين قوسين الدواره بصوره عشوائيه. متواصلين وياكم مشاهدينا، مشاهدي يو تي في وحلقه يو مايك، وايضا لدينا السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي الكريم زكريا ابراهيم، خريج علوم سياسيه. ممتاز جدا، يعني ما طلع علوم سياسيه يعني بصلب موضوعنا اليوم. استاذ زكريا، يعني اليوم بدنا نشاهد حمله دعائيه لمرشحي مجالس المحافظات. برايك يعني هل انه وجود هذه الصور الكبيره بالشارع يساعد الناخب على اختيار المرشح؟ هي تعتبر ان وسائل الدعايه احد الادوات لوصول الشخص او المرشح للمواطن حقيقه، بس انه نعرف احنا الانتخابات بعد 2013 اخر انتخابات لمجالس المحافظات دامت قطيعه لمده 10 سنين،
انه عدم هناك عدم وعي كامل للمجتمع باهميه هذه الانتخابات. نلاحظ انه في التجربه التركيه انه حزب العداله والتنميه هو حاكم لتركيا بسبب انه ما قدمه في المجالس الخدميه، ولاحظنا نسبه المشاركه العاليه في المجتمع التركي تصل الى 98%. هذه نسبة تدل أنه وعي للانتخابات، وعي وواجب تجاه البلد وتعزيز الديمقراطية وترسيخها. حقيقة أعتبر هاي الطريقة طريقة كلاسيكية، طريقة توزيع البوسترات في الشوارع بغداد بصورة عامة هي طريقة أصبحت غير مجدية. العملية الانتخابية لازم تواكب التطور، العملية الانتخابية تحتاج إلى برنامج حقيقي للنزول للشارع، تحتاج إلى مناظرات تلفزيونية لإبداء رأي المرشحين، وبناءها تستند على قناعات الشعب. بالتأكيد الدعاية الانتخابية بالشوارع وباللافتات شيء مهم وموجود في كل دول العالم، بس هذا غير كافي، لأن أنت راح تبحث وراح تستقري عن هذا الرجل وراح تعرف هذا الشخص كيف انتخبه. عند كل إنسان عنده أولويات وعنده يعني برنامج لانتخاب الشخص اللي يريده، فما أتصور يعني أنه الحملات الانتخابية واللافتات كافية، هي شيء جيد وحضاري في كل الدول. إذن هذه كانت آراء البغداديين حول الحملة الانتخابية، بدء وضع اللافتات والبوسترات في شوارع العاصمة بغداد، مدى تقبلهم إلها، هل سيقومون بالترشيح أو بالاقتراع بالانتخاب وفقا لهذا. استمعتم إذن إلى هذه الآراء. الآن ننتقل إلى محافظة ذي قار، والزميل أحمد السعيدي يسمعنا آراء أبناء محافظة ذي قار حول هذا الموضوع. شكرا حيدر. مع بدء الحملة الدعائية الانتخابية تكاد تخلو شوارع مدينة الناصرية من أي صور وبوسترات للمرشحين. تعالوا ويانا خلينا نشوف شنو آراء الناخبين هنا في محافظة ذي قار وما مدى قناعتهم بهذه الحملات وبصور المرشحين. خليكم ويانا. هل تعتقد أن الصورة التي ينشرها مرشح ما تؤثر على قناعاتك الشخصية بخصوص الانتخابات؟ لا طبعا، الصورة الشخصية لا تؤثر كثيرا على قناعاتي، سواء كانت صورة إلكترونية أو صورة مثلا علقت في جدار أو في شارع أو كذا، طبعا لا تؤثر على قناعاتي. قناعاتي هي خلفية الشخص المرشح، سواء كانت أنه سياسية أو إدارية أو صناعية أو مثلا فد شخصية ممكن نقول مبدعة، يعني الصورة غير مؤثرة، لكن الصورة فقط تدل على أنه هذا الشخص قد رشح في الانتخابات. هل تعتقد أن الدعاية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني تحول مهم في قضية الحملات الدعائية، وهل تعتقد أنها أقل تأثيرا أكثر تأثيرا من الحملات الدعائية التقليدية؟ أعتقد في الانتخابات السابقة كانت قضية الصورة الجدارية التي تعلق في الشوارع أو في التقاطعات كان لها تأثير أكثر، لكن بسبب انشغال الناس وتوجه الناس نحو مواقع التواصل الاجتماعي أرى أن لها تأثير أكبر، قد يتجاوز تأثيرها 70% مقارنة بالصور التي تعلق في الشوارع. هي مواقع التواصل أصبحت نافذة لكل العالم، يعني لكل الناس الذين قد لا يستطيعون الخروج إلى الشارع أو غيرها، مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة سهلة للإعلان، بل هي سهلة جدا وغير مكلفة، وأيضا تصل بسهولة ويسر أيضا. أكيد طبعا مواقع التواصل الاجتماعي والصورة ممكن نسميها الصورة الإلكترونية لها تأثير أكبر من الصورة الجدارية الحقيقية. على ذكر الصورة الجدارية، هل تعتقد أن المرشحين سيتخلون عن الصورة الجدارية في الشارع؟ لا أعتقد أن المرشحين سيتخلون عن وضع صورهم في التقاطعات، ولا أعتقد أيضا أنهم سيلتزمون بقواعد اللعبة، ممكن نسميها بقواعد المفوضية المستقلة للانتخابات. صورة المرشح سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى برا،
تغير من قناعاتك الشخصية؟ بالمناسبة لكل شخص صورتين، صورة على الواقع وصورة مخفية. أسألنا صورة المخفية ما ندري بيها، بس كصورة تحرك علاقتنا بالمجتمع طيبة، بس احنا نريد مو صورة الفوتوغرافية، نريد الصورة الجيدة التي تليق بالناخب العراقي والمجتمع العراقي، انه هذا المرشح يخدم المجتمع لو لا، بس هيك نريد نعرفه. اذا يخدم، واكيد احنا راح نعرفه يخدم الناس والمجتمع ويقدم الاحسن والنزاهه والكفاءه، احتياج يكون هو الاولى بالترشيح. اكيد على عمرك استاذنا العزيز، انت شاركت بمواسم انتخابيه سابقه وشفت الحملات الدعائيه. الان الكثير من المرشحين يلجؤون الى مواقع التواصل الاجتماعي، تشوفها اكثر تاثير من الحملات الدعائيه التقليديه اللي كنا نشوفها قبل؟ أكيد أكيد التغير التكنولوجي له تأثير، وخاصة إذا يكون على دراسة والقائمين ذات خبرة له، أكيد راح يكون له تأثير إيجابي على المجتمع العراقي بصورة خاصة والمجتمع. تابعت هيك حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وخلينا نقول اندمجت وياها أو حاولت تقرأ؟ عديدة، بس احنا ما نقدر نقول حتى لا تكون دعاية انتخابية. لا بغض النظر عن الدعاية، بس قصدي يعني خلينا نشوف التأثير، يعني حاولت أنه تقرأها؟ طبعا إذا كان هناك تصميم جميل من قبل المصمم مع الموسيقى مع الصورة الملائمة، أكيد هناك راح يكون استدراج بصورة مضغوطة تخليني أقرأ هذا المنشور. وماذا عن البرنامج الانتخابي؟ البرنامج الأكيد أكيد إلى دور، هو في القائمة الأولى احتياجي. إذا كان برنامج انتخابي جيد يليق بالمجتمع الذقاري أولا والمجتمع العراقي بصورة عامة، أكيد يكون هو الأولى إليه. قد يرجع بعض المرشحين إلى العودة إلى الطريقة التقليدية بنشر صورهم على في الشوارع في الساحات العامة، إحنا كمجتمع شلون نحافظ على شوارعنا خالية من هذه التشوهات؟ هذول الشباب المؤجرين اللي مأجرهم المرشح أو هم أقرباء أو ذوي أو أي شيء، أتمنى اللي هم نفسهم لسقوا يرجعون يشيلونها ويجمعونها ويخلونها مكان المخصص لها، ما تبقى هيك مشوهة. أنت من جيت وخليت بهذا الموقع والناس احترمت رأيك واحتضنتك، عليك أن تحتضن الناس برؤيتك. إذا أنت تخليه شلون راح تقدم لي خدمات باكر؟ خدمات شلون إذا أنت خليت هذا وظلت صارت عبارة عن نفايات؟ راح تقدم لي شيء إذا أنت أعطيتني وعد وما نفذت بالبداية أولا؟ فكيف إذا أنت صرت مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أن الدعاية الإلكترونية باتت أكثر تأثير؟ أكيد لها دور، وسوت مثل ما تقول فالطفرة نوعية للمرشح، يعني عبرت مسافة قبل كانت قبل لا تكون هنالك التكنولوجيا الرقمية هنالك نشر ملصقات توزيع كارتات. حاليا لا، أغلب المرشحين اللي دا أشوفهم أنا يستخدمون أو يركزون على مواقع التواصل الاجتماعي. شلون نقدر نحافظ على شوارعنا من التشوه البصري؟ عبر التثقيف، نشر منشورات توعوية، وهنالك يجب أن تكون هنالك رقابة من قبل الحكومة بمعاقبة ومحاسبة كل من يشوه معالم المدينة. كانت هذه آراء المواطنين في مدينة الناصرية. ننتقل إلى محافظة نينوى والزميل محمد سالم. شكرا جزيلا زميلي أحمد السعيدي. مشاهدين الكرام، تواجد الآن في منطقة النبي يونس بالجانب الأيسر من مدينة الموصل. سنستطلع وإياكم آراء المواطنين حول الدعاية الانتخابية في شوارع المدينة وتأثيرها على حركة الناس، وأيضا الإعلانات الإلكترونية أو اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج. خليكم ويانا. هل تؤثر الدعاية الانتخابية في شوارع الموصل في قناعاتك؟ يعني من ناحية التصميم واللافتات؟ من ناحية تصميم اللافتات الأشخاص؟ والله يعني احنا نشوف هالسنة يعني تختلف عن باقي السنوات الأخرى أو الفترات الانتخابية الأخرى. اليوم يعني نشوف العمل منظم، يعني كان سابقا الجزات الوسطية والأماكن يعني المهمة مخلين عليها لافتات ولصق الصور على الجدران، لكن نشوف احنا بهاي الفترة بهاي المرحلة العمل اكثر تنظيم، واكو عقوبات يعني توقع على الاشخاص المخالفين.
أمساد يعني هل تشوف أنه يعني هذه الانتخابات الدعاية الانتخابية أخف أو أقل من الانتخابات السابقة مثل ما الناس؟ هي أقل يعني هي مو بالكثرة يعني ربما يعني صورة أو صورتين ثلاثة بس تعبر عن الشخص اللي مرشح، أما الكثرة يعني أثر على المواطنين ويشوش الأماكن والمناطق. نعم أستاذ، تتوقع أنه يعني مع تطور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي هل باتت الحاجة للإعلانات الإلكترونية أكثر أو وصولا أسرع للمواطن من الإعلانات المتواجدة بالشوارع؟ نعم ربما يكون أسرع، بس هم من الضروري أن نستخدم الشارع، وخاصة هاي الشاشات يعني هاي ظاهرة حضارية، يعني شوف هاي الدول الغربية ما يستخدمون الشوارع وهاي اللافتات، بل إنما أكو شاشات وأماكن معينة يعرضون بها أو يعرفون عن نفسهم. شفت خلال يعني تجولك بالموصل أكو لافتات تعرق حركة الناس أو تعيق؟ يعني سابقا كانت موجودة لكن حاليا ماكو، مخليها بأماكن معينة وبعيدة عن الطريق المار. تنظيميا أفضل هذا العام؟ بالتأكيد بالتأكيد. شلون نشوف الدعاية الانتخابية بشارع الموصل؟ يعني تأثر بقناعاتك؟ والله حاليا الدعاية اللي جاي نشوف الدعاية الانتخابية زينة، بس إن شاء الله إحنا نريد الشخص المناسب بالمكان المناسب. يعني يا ريت أسعنا هواية مرشحين، بس نريد لنا واحد من هالهواية هذولة يطلع لنا واحد يقف ويانا، يقف لأهل الموصل. إحنا نريد لنا واحد يطلع من حق الموصل. شكل الصور اللي بشارع تأثر بقناعات الناس؟ لو الناس يعني عندها بقناعاتها أشخاص معينين راح تنتخبهم؟ والله أكو ناس عندها قناعات تنتخب أشخاص معينة، وأكو ناس لا والله عندهم يعني يشوفها بالشارع إعلان، شلون عاد نقول دعاية انتخابية، شافه بالشارع حطه برأسه ينتخبه. برأيك يعني هسه بظل تطور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني تشوف أنه الحاجة لإعلانات إلكترونية أكثر من الحاجة لهذه الإعلانات اللي بالشوارع؟ والله الإعلانات الإلكترونية هسه حاليا احنا يعني بزمن نهاية، يعني الإعلانات الإلكترونية ماشية أكثر من هاي الدعايات اللي جاي تطلع بالشارع، يعني تفتهم علي؟ يعني هسه أغلبية الناس حتى الأطفال عندهم موبايلات ويقلب بالسوشيال ميديا من ناحية تيك توك يوتيوب، يعني يشوف. أنا أشوف أفضل الدعاية الإلكترونية أفضل من اللي بالشارع. برأيك هذه اللافتات اللي بالشوارع تأثر على حركة الناس؟ أكو عشوائية بنشر اللافتات لو الشغل منظم؟ لا طبعا عشوائية والله، يعني بكثرة عشوائية، وين من جائزة صورته وبكثرة يعني مكانات مرات تضايق الناس. يعني أنا من الناس عندي محل بالمنطقة داب الصورة قبال محلي، وصورة عرضها تقريبا 3-5 متر. الصور هي يكون يخلوها مكان يعني لا يعيق الحركة مال الناس، فما يصير يجيب الصورة يخليها بنص الرصيف، تعرف الناس إذا تمشي مين راح تعرف راح تنزل على الشارع، فهي ملاحظة لازم يتابعوها. شلون نشوف الدعاية الانتخابية حاليا في شوارع الموصل؟ يعني حاليا أكثر تنظيم أم الانتخابات السابقة، أم يعني العشوائية موجودة لو أقل حاليا؟ والله أكو حالة بس أريد أوصلها، أكو نازلة تشتري بطايق، فإشاعة نازلة بالبلد أن البطاقة قاعد تصل 50 إلى 75 إلى أسعار 100,000، فقاعد تنعرض قاعد تنباع، فلازم هاي الحكومة تلفت نظرها عليها. ما يصير يعني أنا من أجي أبيع البطاقة الشخص وشخص أنا ما أعرفه على مود 50,000، أنا ما أعرف شنو بعدين هو، فلازم يتابعوا لهي الحالة. شكرا جزيلا. نشكر قناتكم المفضلة لأنها 24 ساعة تنقل الحدث الصحيح وتفتر في شوارع الموصل. والله مسألة انتخابات يا أخي، انتخابات يعني هل يشوفون الحالة شلون؟ يعني وضع الناس تعبان، الصور معلقة بالشوارع، يعني تريد لك مجال؟ ماكو مجال، ماكو. هاي العشوائية اللي بصور المرشحين أو بدعايات الانتخابية من يتحمل مسؤوليتها وشلون نقدر نقضي عليها؟ والله نقضي عليها الحكومة، هي الرئيسية هي تتحمل مسؤوليتها، يا نقضي عليها. أنت افتريت بالشوارع؟ يعني مالك مجال، مالك مجال، صورة على صورة، صورة على صورة، يعني وشنو الفائدة منها يعني؟ زين بالنسبة للأرصفة، الناس اللي تريد تعبر شارع، الناس اللي تريد تمشي الطريق؟ ماكو طريق، ماكو شارع، يعني أنت شوف الوضع، أنت قناتك متجولة، وإحنا نشكر قناتك
وتعبكم انتم مع الناس. وانت شوف يعني اطلع وشوف الحدث، يعني اي شخص يقول لك الحدث مو انا بصوره صحيحه. يعني زين برايك هسه تطور مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا ممكن انه يساهم بنشر الدعايه الانتخابيه او وصولها للناخب اسرع من هذه الطرق القديمه او اللوحات اللي بالشوارع اللي تاثر على الناس؟ هي طبعا تاثر على الناس وما تصور يعني يصير نجاح اكثر من صار نجاح. يعني النجاح اللي احنا بيه وكنا مرتاحين بيه ما اتصور يجي احسن منه. يعني اقصد انه مواقع التواصل اذا الترويج للمرشحين بالانترنت او بالموبايل او بمواقع التواصل ممكن يصل اكثر من هذه الصور؟ طبعا يصل اكثر، هم اذا يحبون يصل اكثر، بس هم يتقصدون هذا الموضوع. يعني هي منافسه، والمنافسه يعني شوفها انت نساء ورجال وناس يعني كانت على مستوى وعافت مستواها ورجعت على شغله الانتخابات. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتم أغلب المواطنين ممتعضين من عشوائية نشر الدعاية الانتخابية في الشوارع والتقاطعات والجزرات الوسطية وتأثيرها على حركة الناس وحركة السيارات. أيضا يعني أكد المواطنين ضرورة أن تقوم الجهات المعنية والجهات الرقابية بمحاسبة المخالفين وتنظيم هذا العمل في المدن. شكرا جزيلا لحسن المتابعة والإصغاء، نلتقيكم في حلقات أخرى. إلى اللقاء.